السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت بتسمع أمنية الشامي، وده برنامج محب الله ورسوله. من أيام قليلة كنا نستعد لاستقبال شهر رمضان الكريم، ومضت الأيام سريعا، والآن لم يبقى لنا سوى أيام معدودات، وستمضي وتمر أيضا سريعا، وسيغتنمها من يغتنمها، ذلك الفطن السعيد الذي يعي جيدا معنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اغتنمها فقط ذلك المؤمن الذي يبحث دائما ويركض وراء كل نفحة من الله عز وجل، يعلم جيدا أنه لو أصابه نفحة من نفحات الله عز وجل فلن يشقى بعدها أبدا. ونأتي إلى مغزى هذه الحلقة، هو أن نعلم أولادنا ما المقصود بصلاة التراويح وصلاة قيام الليل وصلاة التهجد، ولماذا هذه المسميات، وهل هناك فرق بينهم؟ نعم هناك فرق بينهم. قد نطلق على صلاة التراويح قيام الليل، وعلى صلاة التهجد أيضا قيام الليل، فجميعهم يطلق عليهم صلاة الليل. بالنسبة لصلاة التراويح، لأن المسلمون كانوا يستريحون بين ركعاتها فسميت بذلك صلاة التراويح، ولا تكون صلاة التراويح إلا في رمضان. أما قيام الليل فهو الصلاة التي يصليها المسلم في أي وقت من الليل بعد غروب شمس هذا اليوم، ويبدأ وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء مباشرة، لكن أفضل وقت لصلاة قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل، لأن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا تنزيلا يليق بكماله وجلاله، ويقول جل وعلا: أنا الملك، فمن ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. والتهجد هو صلاة الليل في الثلث الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل، ولا حرج أن يصلي المسلم صلاة الليل في أول الليل أو في آخره، وهذه تسمى بصلاة الليل. ومما ذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي صلاة الليل في أوله، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي صلاة الليل في آخره، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فتبدأ صلاة الليل من أول الليل مباشرة، ويمتد وقتها إلى صلاة الفجر، لكن الأفضل أن تكون الصلاة في الثلث الأخير من الليل. وقيام الليل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم طوال العام، أما التراويح كما ذكرنا فهي سنة في رمضان فقط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، اللهم اجعلنا وإياكم من الصالحين. إذن هنا انتبه جيدا، إذا كان المؤمن أو المؤمنة ليس له قسط من صلاة الليل فلا ينبغي أبدا أن يعد نفسه من الصالحين، فكيف تدعي الصلاح إذن وأنت أصلا مقصر في صلاة الفجر أو الظهر أو العصر؟ ادعي ما تدعي، ولكن إياك أن تدعي الصلاح، وليس لك نصيبا من قيام الليل. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، فالليل أنثى المحبين وروضة المشتاقين. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل قيام الليل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي ركعتين
فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي ركعتين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، إلى آخر الحديث، حتى قالت رضي الله عنها: ثم يختم أو يوتر بركعة. يصلي عشرا صلى الله عليه وسلم ثم يوتر بركعة. فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وفي رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة، وكان السلف يزيدون في رمضان على 11 ركعة أو على 13 ركعة، فالأمر فيه سعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن صلاة الليل قال: مسنا مسنا، ولم يجعل صلى الله عليه وسلم لذلك حدا. فمن أراد أن يقتصر على 11 ركعة فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يزيد على ذلك فلا حرج عليه، فقد فعل ذلك بعض السلف كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وننهي حلقتنا بالصلاة على الرسول: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.